السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هذه الحصة غادي نحاولوا نكملوا المراجعة ديالنا والاستعداد ديالنا للدخول المدرسي. إذا غادي نديروا دابا لي ديريفي. أوكي، إذا غنديروا لي ديريفي اي لي زانتيغرام. إذا احنا في الفيزيك المتغير غالبا تيكون هو الزمن، وكاع علاش المقرر ديال الثانية بكالوريا كامله التصور العام ديالو أنه تيمشي في اتجاه مراقبة المجموعات، مراقبة تطور المجموعات زمنيا. إذا كيفاش كتغير واحد المجموعة فيزيائية ولا كيميائية مع الزمن؟ واش واضح؟ إذا هذا الشيء يقدر يبان لكم شوية غريب. إذا حنا غادي نبداو بعدا هذاك الشيء اللي هو سهل. إذا في الرياضيات كما قلت ولا غادي تقرا أنه مثلا عندي 5x، عندي واحد الفونكسيون في دو اكس نسميها في دو اكس تساوي 5x. اوكي، شكون هي لا ديريفي ديال اف دو اكس؟ كندير واحد الشرطه بحال هكا، اف بريم دو اكس هي 5x، تندير بريم هي اش؟ هي 5، المتغير هو اكس. اوكي، في الفيزيك ما تنديروش بريم. شكون هي الموافقه لهاد بريم؟ هذه هي دي سور دي اكس. دي سور دي اكس، الا شفتو هاد دي سور دي اكس دو اف دو اكس، هادي راه بحالها بحال اف بريم دو اكس، راه بحال بحال. واش واضح؟ في الفيزيك ما كنكتبوش اف بريم دو اكس، كنكتبو دي اف دو اكس سور دي دو اكس، يعني لا ديريفي ديال اف دو اكس بارابور ا اكس، يعني المتغير هو اكس. ولكن حنا في الفيزيك المتغير ديالنا هو لو طون. اوكي، هاد اكس ديما كنبدلوه بلو طون دائم. واضح؟ اذا غادي نبداو، اذا غادي نبداو مثلا في الفيزيك غايقول لك دير لا ديربي ديال اتي، مثلا اون فونكسيون دو طون اللي تتساوي اتي، بغينا ندير لها حنا بريم، يعني دي دو اف سور دي دو تي تساوي هي دي سور دي دو تي ديال اتي، اللي هي ا سي اون كونستانت فوا تي هو المتغير، اذا هي ا، هي هذيك لا كونستانت. واضح؟ نفس الشيء مثلا بغيتي دير لا ديريفي بارابور طون ديال ا تي او كاري مثلا، اذا هنا تي او كاري، اذا اكس او كاري، شكون هي اكس او كاري لا ديريفي ديالها في الماط؟ اكس او كاري شكون هي لا ديريفي ديالها في الماط؟ هي 2 اكس. صافي، حتى هنا غادي نحطو هذيك جوج في ا في تي، جوج ناقص واحد اللي هي اس واحد، اذا هي 2 ا تي. اوكي، اذا اون جينيرال لا ديريفي ديال هذا الشكل، هادو خصا اللي غادي تحتاجهم بزاف هاد العام. اذا دي سور دي دو تي ديال ا في تي على بويسونس ان هي اش؟ كنزلو هاديك ان تتولي هي ا في ان في تي وتنقصو واحد ان موانز ان. اذا هذا هو تعبير جينيرال ديال هاد لي زيكواسيون على هاد الشكل. واضح؟ دابا نجيو مثلا لا ديريفي ديال سينوس. اذا لا ديريفي ديال سينوس سينوس دو تي، إذا لا ديريفي ديالها هي كوسينوس دو تي. إذا هادشي إلا ما قريتوش مثلا في السيزيام حتى تقراو ورجعوا ليه، هذا غتلقاو كخلاصة الدروس، يعني غير داكشي اللي غادي تحتاجو في الفيزيك ماشي الماط كاملة. إذا عاود تاني بغيتو ديرو ديريفي ديال كوسينوس دو تي هي اش؟ هي موان سينوس دو تي. صافي، اذا هي مو. اذا دابا احنا في الفيزيك تنخدمو بزاف بحال هاد الشكل، ما لي فونكسيون بيريوديك. مثلا عندكم تي سور تي دو تي ديال واحد لا فونكسيون اللي هي سينوس اوميغا تي بلس في مثلا، اذا هاد المتغير هو تي وحدو، هاد اوميغا كونستانت وفي كونستانت. اذا في هاد الحاله كنخرجو هذاك الشيء اللي تيكون لاصق في تي، تنخرجوه تنديرو هي اوميغا وتنخليو هذيك كما هي، غير سينوس تنحولوه الى كوسينوس، اذا تنخليو اوميغا تي بلس. هذا بالنسبه للسينوس. بالنسبه للكوسينوس غادي نزيدو واحد الناقص، صافي هادشي اللي هو الاختلاف بيناتهم، ديال كوسينوس اوميغا تي بلس في، اذا غادي نخرجو واحد الناقص، ناقص اوميغا، وتندير السينوس، اذا كوسينوس تولي ناقص سينوس ديال اوميغا في تي بلس في.
إذا هادو غالبا غادي تخدموا بهم بزاف هاد العمالة. إذا باقي واحد الحاجة غادي نقولها هي مثلا الإكسبونسيال. تاع الإكسبونسيال كنخدموا بها بزاف، دالة الإكسبونسيال مثلا عندك دي سيغ دي دو تي، عندك إكسبونسيال مثلا دو تي، إكسبونسيال دو تي هي نيت نفسها، لا ديريفي ديال إكسبونسيال دو تي هي نيت نفسها إكسبونسيال دو تي. ولكن إذا كانت بحال هاد الشكل هذا مثلا دي سيغ دي تي و اكسبونسيال ما كانش غير تي بسيطة، كانت واحد الدالة مثلا طويلة ا تي مثلا زائد بي نفترض. اذا اش كديرو؟ كديرو لا ديريفي ديال هادي كاملة تتحطوها لتحت، لا ديريفي ديال هادي هي اش؟ هي ا، داكشي اللي لاصق في تي، و تديرو اكسبونسيال ا تي بلس بي. اوكي، اذا هذا هو لا ديريفي ديال هادي. اذا بشكل عام لا ديريفي ديال الاكسبونسيال حيت هادي غادي نخدمو بها بزاف هاد العام، اوكي، خصوصا الاكسبونسيال غادي نخدمو بها بزاف. مثلا واحد او اكسبونسيال او اف دو تي مثلا، اذا شكون هي لا ديريف اون جينيرال؟ هي اف دو اف بريم دو تي، اف بريم دو تي فوا او اف دو تي، صافي. اذا هادشي اللي كاين اللي عندكم في هاد العمالة. باقي واحد الحاجه ما تنخدموش بها بزاف، الالين تي سو تي تي، ماشي ما كنخدموش بالالين، غير لا ديريفي ديال الالين ما كنخدموش بها، هما الالين غادي نخدمو به بزاف. الين دو تي تي سو تي تي ديال الين دو تي هي سي هي ان سو تي، ياك. اذا بشكل عام تي سو تي تي ديال الين اف دو تي مثلا تساوي، تنديرو كسر اف بريم دو تي، تديرو لا ديريفي ديال اف بريم دو تي مقسومة على اف بريم اف دو تي، صافي. هادشي اللي كاين حتى دابا. اذا دابا غادي نمشيو ليزانتيغرام. اذا بالنسبة ليزانتيغرام دابا غادي نخدمو بهم بزاف، ولكن المهم غادي تعرفوهم. اذا مثلا لي ديري تخدموا بزاف بلي ديريفي، فهاد العام تخدموا بلي ديريفي بزاف، حتى لي زانتيغرال غادي تحتاجوهم بعض المرات. اذا مثلا عندنا واحد ايغريك تساوي ا مثلا، بغينا نديرو الانتيغرال، الانتيغرال هو العكس ديال لا ديريفي، يعني الداله الاصليه قبل ما نشتقوها كيفاش كانت. اذا كنعبروا على مثلا ايغريك كبيره تساوي هي الانتيغرال دو ايغريك تي دو تي لو طون، اذا هي الانتيغرال دو ا دي تي. اذا قبل ما انتيغراوها كيفاش كانت؟ كانت على هذا الشكل، تنديرو ا اذا كانت كونستانت تنزيد لها تي بليس واحد لا كونستانت، فهم؟ باش تاكد بان الانتيغرال ديالك صحيحه، اذا هادشي راه غير مراجعه، باش تاكد بان الانتيغرال ديالك صحيحه خاصك دير هذيك ايغريك بريم، عاد ثاني هادشي اللي درتي هاد الانتيغرال دير لها بريم طيح في ايغريك، خاص تلقى ايغريك، فهمتي؟ مثلا درت لانتيغ لا ديريفي ديال هادي، عندك ا في تي زائد سي، شكون هي اللي لاصقه في تي؟ هي ا، اذا ايغريك بريم تساوي ا، يعني تساوي ايغريك، اذا داكشي اللي درت صحيح، واضح؟ بحال هكا تنتاكدو. اذا حنا غادي نمشيو غير ديال هاد على هاد الشكل ا، مثلا ا تي بلس بي لانتيغرال ديالها. اذا لانتيغرال ديالها كنديرو هكا دو ايغريك دي تي تساوي هي تي، شكون هي لانتيغرال دو تي؟ هي الانتيغرال ديال اي اكس اس ان، شكون هي الانتيغرال ديالو دي تو اكس؟ هي اكس اس ان بلس ان سور ان بلس ان، صافي. اذا ا في تي، اذا ا في تي تي اس واحد، اذا تي اس واحد زائد واحد هي اس جوج على جوج بلس بي في تي بلس اون كونستانت. اذا هذه هي الانتيغ، اذا درنا ايغريك بريم غنطيحو في ايغريك، هانتوما تي او كاري، تي او كاري كيما قلينا نحطو ديك جوج الارض على جوج في تي، جوج ناقص واحد اس واحد هي في تي، صافي. بلوس بي في تي، لا بي لاصقة في تي تتبقى بي، و سي اون كونستونت تتمشي. اذا كنطيحو نيت فاش في ايغريك، اذا هذه الطريقة، واضح؟ اذا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للانتيغرال ديال سينوس والكوسينوس. اذا عندكم سينوس دو تي
تي تي. شكون هي الانتيغرال ديال السينوس؟ هي موان كوسينوس دو تي بلس سي من كونستانت، و الانتيغرال ديال كوسينوس دو تي دي تي هي سينوس العكس، هي سينوس دو تي بلس اون كونستانت. اذا كتلاحظوا بان العكس ديال لا ديريف، واش واضح؟ اذا هادشي اللي كاين، باقي لكم الانتيغرال ديال الاكسبونونسيال او في تي دي دو تي هي او ستيني نفسها، و الانتيغرال مثلا عندنا شي اون فونكسيون مثلا ا تي بلس بي مثلا، اذا الانتيغرال ديال هادي تي دو تي هي اش تنديرو؟ هي تنزلو هداك الشي ان سيغ ا اكسبونونسيال ا تي بلس بي بلس اون كونستانت. بقات اخر حاجة خصنا نعرفوها ضرورية بزاف، هادي ديما غادي نخدمو بيها ديما. شكون هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال الاكسبونونسيال؟ لا فونكسيون ريسيبروك ديال الاكسبونونسيال مثلا عندك اكسبونونسيال او دو تي مثلا، اوكي. بغيت انا هاد اي دو تي اش كندير؟ خاصني ندخل ليها الالين، الالين ديال هادشي كامل كيعطيك هو اي دو تي، صافي. عاود تاني العكس، عندك ليكسبونونسيال، عندك عاود تاني هنا نرجعو، عندك هنا الالين، الين اي دو تي. انا بغيت اي دو تي، ما بغيتش هاد الالين، كندخل ليكسبونونسيال عليها هي اي دو تي، صافي. ديما بغيتي تحيد ليكسبونونسيال دخل الالين، بغيتي تحيد الالين كتدخل ليكسبونونسيال. اذا هادو هما اللي كنسميوها لي فونكسيون ريسيبروك، واضح؟ هادو ضروريين خاصكم تعقلوا عليهم، هاد الشوجان كنخدموا بهم بزاف خصوصا في لي ديزانتيغراسيون راديو اكتيف في نيكليير كامل، واش واضح؟ و حتى في الالكتريسيتي. اذا تنشكركم على حسن انتباهكم، نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله.